ومعنا من بغداد الناشط في التظاهرات زيد الساعدي، مرحبا بك معنا زيد. اهلا وسهلا بك وبقناتك وبمستمعيك وكادر قناه الراشدين. شكرا لك. بعد تمكن المتظاهرين من السيطرة على ساحة الخلاني والسنك من جديد، أولا كيف تقرأ هذه المحاولة الجديدة لهؤلاء المتظاهرين الذين استطاعوا أن يزيلوا الحواجز الموجودة هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي إذا تسمح لي شوية أقدر أتكلم براحتي. أولا التظاهرات مستمرة ما لم تحقق كل مطالب الشعب العراقي من قبل سلطة الفاسدين. أولا نحن ما عندنا يعني عداء شخصي مع شخص معين، نحن مع العملية السياسية برمتها. أولا عملية سياسية مدعومة من برا لها يعني شلون دعم من يعني انا اشوف الجانب الامريكي هذا اللي جابهم وسلطهم على الشعب العراقي. ما ممكن يقدر يخلص الشعب العراقي منهم وهو موقع ويانا اتفاقيه امنيه. اذا هو ممطي ضوء اخضر للحكومه الفاسده. ثانيا هذا لما هل سميع هذا المماطله في تكليف؟ يعني لو كان من حقيقه الامر رئيس الجمهوريه، رئيس الجمهورية من كلف وزير الخدمة؟ من كلف الوزير هذا علاوي توفيق علاوي؟ كان يعني هم يقعدون يتفقون على حل البرلمان وحل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة فيها ناس تكنوقراط مستقلين ليس لهم علاقة بالأحزاب السياسية المشاركة بكل فساد الدولة من بداية 2003 إلى اليوم. نعم. كيف تصف اسرار اليوم اشتغلت يعني الاحزاب الموجوده هي لا زالت مسيطره حتى على محمد توفيق علاوي، ولا زالت هذه المظاهرات والثوره مستمره لوقف هذه الاحزاب او لمنع سيطرتها واستمرارها في حكم البلاد، وهو طبعا يعني في حاله مترديه جدا اقتصاديا وسياسيا. كيف تراقب وتتابع؟ اخي العزيز اذا تسمح لي العملية السياسية الحكومة لا زالت الأحزاب مسيطرة عليها. الأحزاب التي تستخدم سلطة يعني قوتها وإمكانياتها المالية زائدة ميليشياتها مدعومة بكل المسائل القمعية والإرهابية، قتل واختطاف وتغييب وحرق وأشكال يعني هاي عمليات القمع والترغيب تستخدمها وهي مواطن أعزل. لعلك تلاحظ معي انه على الرغم من كل هذه المحاولات، على الرغم من كل محاولات الحكومه للقمع، سيد زيد بصدر شخص اعزل. طيب اذا تسمح لي يعني هذول عليهم ان ينتبهون. اذا هو شجاع يقول انا شجاع واني بطل واني عندي شو اسمه، المفروض ما يستخدم سلاح مع واحد اعزل. اعزل ما يمتلك غير بس فانيلته والعلم العراقي قاعد يلوح فيه ويطالبك بحقوق مسلوبه وانت اللي سالبها ومهربها الى خارج البلد. ثانيا تدخلات الدول الاقليميه وخصوصا ايران قاعد تفرض فرض على هاي الاحزاب ان يكون تشكيل الحكومه الجديده ان لا يفلت من ايديها. اذا احنا ما سوينا شيء، تبقى التظاهرات موجوده وتبقى الحكومه تقمع بينا ما دام اكو اذن قرشه من الامم المتحده ومن الهيئات الدوليه ومن حقوق الانسان الدوليه، كلها طلعت يعني ناس ما عندهم اي اعتبار لهذا التظاهر السلمي. اذا التظاهر سيستمر طالما ان هذه المطالب لم تحقق، هكذا افهم من حديثك. اخي انا يعني ليش طلعت متظاهر؟ غير عشتوا من عوز. يعني المتظاهر من طلع يشكو من عوز، من سوء خدمات، من سوء بكل إدارة الدولة، من سرقات، من حرمنة، من خطف، من قتل، من قمع، من إرهاب. هذا كله تقوم به السلطة الحكومات الفاسدة اللي تعاقبت من 2003 إلى اليوم. زين شنو اللي قدموه للبلد؟ عمي خلينا نقول هسه أنا عندي فد رأي آخر. إحنا قلنا يابا ما عندنا اعتراض على أي شخص رئيس وزراء يعني يكلف بتشكيل وزارة، بس على شرط أن يتشكل لجان من متظاهري يعني من ساحات الاحتجاج من كل العراق، تشكل يعني تؤخذ نخبه تراقب عمليه
لانتخاب الحكومه الجديده وعن لا تدخل للاحزاب السياسيه في عمليه الانتخاب الجديده. هذا الله يصير تغيير، اما غير هذا ابدا ما يصير. هاي وحده. ثانيا امريكا لازم تقف موقف مثل ما تدعي بالكلام بالاعلام هذا، تدعي انه هي تدافع عن المتظاهرين وتشجب العمليات الارهابيه ضد المتظاهرين، لكنه هي من المبطن انه مصالحها يعني تحقق لها هاي الحكومات الفاسده الموجوده هي محافظه على مصالح امريكا. طيب وحلفائها. في ضوء كل ذلك سيد زيد، في ضوء كان في هاي الحكومه الفاسده، ولا يمكن ان تبدل ما لم تبدل كل العمل السياسي. طيب في ضوء كل ذلك، نحن بين يدي مليونية جديدة يوم غد الأحد، وهناك دعوة وتوقعات لمشاركة كبيرة كما حصل في الأسابيع الماضية. كيف يعني تعلق على هذه الدعوة وعلى هذه المشاركة الواسعة من الجماهير العراقية؟ أخي احنا من قلة حيلتنا دائما نسوي يعني احتجاجات مليونية تظاهرات مليونية، لكنه ماكو آذان صاغية لا من مجتمع دولي ولا من حقوق إنسان ولا من دولة أصلا هي يعني صماء بطماء عمياء لا تفهم، يعني مو ما تفهم وإنما تتقصد إيذاء شعبه، لأنه كلهم حاقدين على هذا البلد وعلى شعبه. شكرا لك سيد زيد الساعدي الناشط في التظاهرات، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.